عند نقطة البداية وعند نقطة النهاية وأيضا في كل أمتار من أمتار هذا الميدان تبذل قصارى جهدها من أجل نجاح هذا المهرجان الذي نجح قبل أن يبتدي. وهكذا وعلى بركة الله وتوفيقه تعلن انطلاقة الشوط الرئيسي الآخر، شوط من أشواط الخير والبركة أعلنت انطلاقته، ألا وهو الشوط الحساس، الشوط الرنان، شوط من ألماس، شوط في طياته ورمز أيضا للتاريخ، كأس ذهبي آخر ينتظر واحدا من هؤلاء المشاركين، إضافة إلى نصف مليون ريال سعودي كدعم كريم، كدعم كبير وقدير لهذا المهرجان. شوط يحمل في طياته الكاس، واللي ما يفكر في الكاس ما عنده إحساس، ما عنده إحساس في رياضة الآباء والأجداد. مقدمة الشوط، قضي الشوط المفتوح لينطلق الشوط العام. مقدمة الشوط، المركز الأول ضيف عزيز قادم من سلطنة عمان الشقيقة. نرحب بكافة الأشقاء القادمين العربي للمشاركة، للمتابعة، للاحتفال معنا في مملكتنا العربية السعودية. من بسطت ذراعيها مرحبة بكافة الحاضرين. محمد بن سلطان بن سعيد المالكي يقدم لنا ضيف، يقدم لنا ضيف. مرحبا بك يا الضيف، يا الضيف، يا الضيف. نازل بكل قوة هذا الضيف على المركز الأول. لمن يكون هذا الكاس؟ للضيف ولا للمضيف؟ المركز الثاني، أرى معركة قادمة بكل قوة من خلال المركز الثاني، حيث هنالك سلاب لعويد بن ناصر الهاجري قادم بكل قوة. بينما المركز الثالث، الوصول، التغيير، الانطلاق، هنا برزان هادي بن سالم بلفجح المري على مستوى المركز الثاني، المركز الثالث، القدوم، الانطلاق والتواصل. مرحبا بمن حضر، مرحبا يا جزيل. فرحان بن منصور البلوي من يقدم جزيل، ولكن العملاق، العملاق العيناوي ناوي له علنية، ناوي على الرمز الآخر، يقدم لنا شعاره، يقدم لنا الانطلاق، يقدم لنا الاندفاع. الكاس الثاني إلى العين، إلى العين، إلى العين. العملاق عملاق، الطاير الطاير، طار العملاق. يا ولد بن خموشة، يا بن خموشة، زعماي العينوية زعماء، زعماي العينوية زعماء. الكاس الثاني كإنجاز تاريخي يتكرر للمرة الثانية، للمرة الثانية. ودوا السلام لأبو محمد، لأبو محمد في المسعودي هنالك في مدينة العين في الإمارات العربية المتحدة، للمرة الثانية على التوالي. الطاير خاطفا للكاس، طاير من الفرحة طاير، وقلبي على نار ناطر. الله عليك يا العملاق، يا العيناوي، يا بن خموشة، يا بن خموشة. خاطفا للكأس الثاني في هذا المساء، وهذا هو الطاير، هذا هو الطاير. وتوقيت الزمني 2:52، 97 جزء من الثانية. الكأس الثاني والنصف مليون، يعني بن خموشة ما شاء الله تبارك الرحمن، روح بالكؤوس الذهبية وروح بالمليون، ليلة مليونية يا ولد مظفر. المركز الثاني، المركز الثاني، ناجي بن مسفر الرزق اليامي قدم لنا شعاره وقادم بكل قوة. 2:55، 90 جزء من الثانية. من قدم لنا أدهم في هذا المساء؟ المركز الثالث كان الوصول والانطلاق، هنا سياف حسين بن حمد اليامي، و2:56 و19 جزء من الثانية، والتوقيت الزمني. المركز الرابع،
رابع المراكز وصل شاهين علي بن راشد بن رايح المري مع المركز الرابع، وها هو لحظة الوصول دقيقتين وستة وخمسين وخمسة وسبعين جزءا من الثانية. تهانينا على هذا الفوز. بينما المركز الخامس، من وصل واحتل المركز الخامس هذا شعار بن شريم، وهذه من صفقات خط النار الخط الساخن. قبل قليل انتقلت ملكيته من علوش بن راجس الدوسري الى فيصل بن طالب بن شريم المري. دقيقتين 57 و12 جزء من الثانيه. ملايين يا ركان يا المغيري، ملايين في هذا المهرجان، مهرجان جميع الملايين، جميع العرب من كل مكان، حبا بولي عهد المملكه العربيه السعوديه حفظه الله واطال الله بعمره، محمد العز والفخر، محمد ابن الحزم والعزم، حيث دعم رياضه الاباء والاجداد وعز الاصايل لعز ابناء القبائل. هكذا الكؤوس الذهبيه غادرت الى دوله الامارات العربيه المتحده. فخورين ابناء زايد مشاركين في هذا المهرجان لانه يحمل اسم غالي على قلوبنا، سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود، الذي جعل من رؤيته حلم كنا نتمناه واصبح حقيقه، اصبح حقيقه في كافه الرياضات، على مستوى الرياضات في الكافه، ان كانت في عالم كره القدم وان كانت بالفروسيه، الان سباقات الهجن العربيه الاصيله اصبحت ناجحه بكل المقاييس، تنافس من اجل البطولات الخليجيه. وما فعل العملاق العيناوي وابنائه في هذا اليوم يؤكدون بان ابناء بن خموشه العامري قادمين بكل قوة. عاد هذا لزعل سعيد، زعل سعيد بن مظفر شاف البيرق روح والمليون روح، جاب هالمليون اليوم وكاسين يستاهلون، ونهنيهم ونهني محمد بن مظفر بن خموشه العامري أحد خبراء التحليل الذين نتشرف به دائما وأبدا. أيضا التهنية موصولة لذلك العملاق مظفر بن محمد بن خموشه العامري. تابعينا في كل مكان. هكذا قضيت الأشواط وبالنسبة لأشواط الرموز، والآن تبدأ معركة جديدة من معارك